من أبطال قصص ألف ليلة وليلة إلى أشخاص غير مرغوب فيهم، هكذا هو حال أصحاب عربات التوك توك داخل العراق في السنوات الأخيرة، حيث بات تواجدها على الطرقات العامة والفرعية يشكل مصدر قلق كبير لتهاون سائقيها وقيادتهم بسرعات كبيرة وغير نظامية، مما تسبب في زيادة الحوادث المرورية داخل العراق. والله احكي لك الصراحه، مال السواق احنا تيك تيك جاي نعيش بيها، جاي نمشي بصوره صحيحه. البعض اكو كم واحد صدق، يعني تذكر من الساعه بالعشرة الصبح وانا بسايدي تاخذ 150,000، وانا معوق مصوب بالمظاهرات، يجي اقول له عم انا ما ادى 50,000، انا جاي امشي بسايدي. يقول له والله قصبا عليك وعلى خلفك حصر انك اليوم تعطي 50,000. قلت له تيك تيك 23 الاوراق مالتها عند المصطفى. يقول لي المشكله تروح تجيب الاوراق مالتها بعد شهرين من الشركه، يلا اعطيك التيك تيك. وكل يوم تصير التيك تيك بي بالمرور اخذ ميمك 50، وشكو شي ينباق بالتيك تيك انا اتحمل مسؤوليته، مو هم يعني تنضرب التيك تيك على مسؤوليتي، تنباق التيك تيك على مسؤوليتي. انت تريد تسوي حل غير، اسوي رقم لاهل التكاتك اسويه ب 50، انت جاي تبيعه ب 500 هسه اسويه ب 50 واطلع العالم ارقامها واخليها تمشي حتى ورا السته قد تعبر. زين انت من توقفني وانا طالع على باب الله كفيلك العباس ابو فاضل قاعد بالاجار، وطالع على باب الله وتقرمنا 50,000، الله يقبلها محمد. هاي ال 50,000 هيجي من غير الاستنساخات وهاي يصير عليك 70,000. زين بهاي الحاله انت ترضى؟ هسه انت اليوم كمراسل ربي يوفقك تقبل بهذا الشيء؟ وحق الحسين بالعشير اعطيها ودي مثل ما انا جاي اطي ودي، وعدي الاوراق مالتها بالشركه بعد ما مستلمها. قلت بس اطلع الاوراق اشد لها رقم، بس انا شو اريد؟ اريد من رئاسي الوزراء محمد الشياع السوداني المكلف جديد، اريد اكون عاين لاهل التكاتك، لان كفيلك الله مظلومين، والحسين ندقها من الستة الصبح لحد الساعة بالأربعة، يلا نحصلنا 20 أو 25. زين أنت تجيني تكضني تعجزني أكمل فوقها وطيك؟ هذا ما يصير يا حبيبي. أتمنى يسوونا حلول، وهذه بعد شغلتنا إحنا عايشين على الله وعلى هاي التيك توك. كفيلك الله وشباب لو ما التيك توك غير تظل تسلم، هاي لا تطحها أنا أتحمل مسؤوليتها. كفيلك الله تظل تسلم، لأن هي هاي معيشتنا وسترت على هواي شباب. أنت حسب الشباب، أنا رجال إعلامي انفصلت لأن طلعت بغير موضوع، وأنت جاي على التيك توك أرد أعيش لأن ما عندي رجال مصوب. رحت لهم قلت لهم أنا مصوب، يقول لي شعلي بيك واذا مصوب مصوب لي. قلت له جاي طالب على حقي، يقول لي طبك مرض. فاتمنى من عندك توصل صوتنا ان شاء الله. احنا اهل التكاتك عايشين على الله واهل البيت، نحكيها صراحه، من دوله ما مستفادين، جاي نشتغل من جيبنا، ذمه برقبتك لا تقطع عيشي بعد قلبه، عايشين على الله وعلى هاي التكتك. اتمنى منكم تسهلوا لنا امر وتخلونا حسوا علينا يعني شهريه، حتى لو نعطي شهريه 50,000 ولا تعطونا ولا باليوم تقصوا لنا 50,000. وشكرا وموفق ان شاء الله يا حبيبي. بالنسبه للتكاتك يعني ناس تقول يضايقون ناس، والله العظيم يعني احسن هذا ما يبوق، احسن ما يقدي، احسن ما قاعد بالبيت ده يشتغل، لان يعني الحكومه ما وفرت له شغل، لا رحمك ولا تخليه رحمه الله عليه، الرجال يشتغل يطلع يشتغل عيشه اهله، يعني شو يسوي؟ البعض منهم لا يمتلك يعني اجازات سوق اصوليه، اي ايش راكب طياره هو سيارات ما عندهم اجازات، رحم لابو كود يطلع الرجال ايش المساكين ذولا، على بالك هي شغله ما بيهم يعني متاذين بها، هذا يعطي ربو، هذا يعطي 500، هذا يعطي 1000، بده ياخذ هو ملايين، يطلع ال 20 15 بده يروح يودي اهله يعيشهم، ايش يسوي؟ لا ايش يسوي؟ شو يسوي بهال؟ مو احسن ما يبوق؟ ردنا نقدم حلول، برايك ما هي الحلول المطلوبه؟ والله ماكو كل حل، هو هذا الشارع وهاي طبيعته. هي انت ما تحكي عن كذا في مال السيارات اللي الازدحامات، هي الدوله صار لها اشارات ما مسويه، هي اكو اشارات حكومه ما مسويه المحل، هذا ابو التيك توك مو احسن ما يبوق، مو احسن ما يقدي، مو احسن ما يقعد بالبيت، ليه يطلع لك 15 20 ليه يوديها لاهله؟ ليه يعيشهم؟ بالنسبه للسلبيات موجوده ازدحامات وكذا، بس بالنسبه للايجابيات الناس هم فرص عمل ما عندهم، اكثرهم شبابهم اللي يشتغلون بالتكاتك، حتى كبار كبير وين يروحون؟ هي فرص يعني بطاله موجوده بالعراق، والشورجه هي مزدحمه، وهذا هو لو لاقي يعني فرصه عمل ما يجيب تكتك وبهذا الازدحام ومحارب من المرور ومن غيره، هو هم حقهم يعني وين يروحون؟ اكثرهم عندهم عوائل، حالهم حال الحمالين اللي بالشورجه كلها محافظات يجوا يشتغلون هناك. شوف شلون؟ يعني المحافظات يجي من هناك اللي جاي يشتغل حمال، واكو بيهم شهادات، اكو مسيئين، اكو مخوش وادم، بس اكو لا عوائل عندهم. شوف شلون؟ انه اغلبهم يعني ما يمتلكون اجازات سوق اصوليه يعني مو كلها، هو اخو اكو حتى بالسيارات اكو تسليم.
اكو مافيات اصلا بالحمالين، اكو مافيات وتسليم بكل مكان. هو هاي موجود، هاي الحاله منتشره. ليش يعني بس ابو تك تك؟ انا من تسالني سؤال الشخص، يعني اصلا هي دخولها للعراق غلط، تعرف شو؟ بس هاي شباب تريد تعيش، وين تروح؟ هذه العربات تمتاز بصغر حجمها ورخص اسعار النقل فيها وسهولة مرورها داخل الطرقات الضيقة، جعلتها في طليعة وسائل النقل داخل المناطق الشعبية، حيث تتراوح سعر الواحدة منها ما بين 2500 دولار إلى 5000 دولار، إضافة إلى البطالة وقلة فرص العمل وصعوبة العيش، كلها أسباب دفعت المواطنين إلى شرائها. والله التكاتي كأولا هم شغلة جايبينها يعني ألعاب، قالوا هي شغلة ألعاب، قاموا يدخلين أولا حسنا راح أطلع للدورة ألقاهم قدامي على السريع، الله يشهد. يعني هو شفت حوادث القناة، يعني حتى قتلة صارت فيها، هو شفت يعني ذل موجودين هو يعني قدامه، هو صارت حوادث سريع، لقيت حوادث قدامي أطلع للنجف ألقاهم قدامي، خاصة بأيام الزيارات. وما يمشي السايد الأيمن، لا مستحيل إلا ياخذ السايد الأيسر، هاي شغلة بيهم. دولة بلد نفطي، يعني المفروض حتى السيارات السايبة ما تجينا هنا للعراق، والله المفروض كله كوري ياباني ألماني، لأن الناس احنا يعني أزقن الدول، صح لو لا؟ هسه لا تشوفنا احنا هيك تعبانين وإمكانياتنا مثلا الحمد لله والشكر، بس المفروض يعني دولة متقدم بلد يعني. زين رأيك بحالات السرقة تصير خطوة؟ إي في دول عينك طبعا. هو يسعد له تك تك، هو شايده مثلا تك تك يالي لزمة مثلا، بيش لازم ست تيك تيك؟ هسه روح مثلا خلي واحد اي شخص روح ساعد له بتيك تيك وتريد تلزمه، شلون تلزمه؟ ايش عنده مثلا رقم وتلزمه بيه؟ وحتى ليش تدوا لها رقم؟ شنو الرقم يعني وياها؟ هي شغله العاب في دول عنا. بالنسبه للتكاتيك، التكاتيك فشيء مزعج بالشارع، يعني احنا اللي نرجو من المرور يخلي التيك تيك بالنسبه للتيك تيك بالمدينه مو بداخل العاصمه، يعني داخل العاصمه زخم ما السيارات، اول شيء زخم ما السيارات، السبب ازدحام، ثاني شيء ضايق ابو التاكسي، عجله تحمل ثلاث تايرات مو عجله رزنه، فاحنا نرجو من مديريه المرور العامه اللي تمنع التوك توك بالشارع، فشيء غير حضاري، فالمفروض من مرور يحصلوه بداخل مدينه على الاقل، ولا رقم سيارته فرضا سوى له حادث ابو التوك توك، لا رقم لا عنده فشيء اثبات، يعني ما يصير هيك، المفروض يسوون له فتح حل. الشارع هو اصلا زخم، زخم بالشارع، فاللي نرجو من عندهم يقللون شغلة الزخم مال التوك توك، توك توك بيم الباقي المركزي، بالسنك، بالكرادة، بالعلاوي، يعني ما يصير هيك شيء، يعني ما نعرف وين نشتكي عندنا نشتكي. أكثريتهم الشباب صح طايشة وأغانيهم وسوالفهم بالشارع هاي، بس هم أكثريتهم على عيشتهم يعني. وهاي السرقات اللي تصير أكو بعض العالم مثل ما نقول إذا طويلة وعلى هاي السالفة متعلمة، فما لنا دخل التيك توك بهاي الشغلة. لأن أغلب سائقيها يعني ما عندهم إجازة تسوق أصولية حتى إنه يعرفوا يسوق بشارع نظامية بطريقة نظامية. صحيح، وهاي سبب أهم المرور، لأنه ما طالقين هذا الموضوع، ماكو موضوع حجز، وهاي إذا شوف هاي شوفة عينك بالشارع زين، والإجازة ما سوق ضرورية، فصار دراجة عنده وعنده إجازة سوق زين، وهاي سببها كلها المرور، وأكثرية الشباب هسه بالتيك توك هم صغار. يعني ما بالغ 18 سنة شلون يطلع إجازة؟ ما مسموح له، وهي كلية غلطة تابعة للمرور. وبحسب قرار وزارة التجارة والصناعة لعام 2021 لوقف استيراد عجلات التوك توك، الأمر الذي يجعل أصحابها تحت مطاردة مستمرة من القوات الأمنية لعدم امتلاك أصحابها أوراقا أصولية أو إجازات سوق نظامية، وأيضا وقوع العديد من عمليات السرقة والاختطاف بواسطتها، كلها عوامل أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على حركة السير النظامية داخل العراق. من بغداد لقناة زاكروس الفضائية، علي حيدر.